منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. ماذي ساعتين ونص، مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في إذاعة الحياة فهم، تحية كبيرة لكم وين ما يوصلكم صوت إذاعتنا. هذا موعد جديد من منتدى الحياة اليوم 3/7/2022، إن شاء الله بالتوفيق لتلامذة البكالوريا اللي غدوة يبدأوا. أنا ديريكت دخلت في صلب الموضوع، اللي غدوة يبدأوا الامتحان متاع البكالوريا، إن شاء الله ربي يوفق الجميع، إن شاء الله بنجاح ليهم الكلية، خاصة اللي قاعدين توا هكا يستناو الساعات هذوما يتعداو، عادة نرزان برشا نقعدوا نستناو فيهم باش يتعداو ويجي نهار غدوة ونعديو ناخذوا كورقة الامتحان ونعرفوا شنو الموضوع اللي باش يجي ولا شنو معناتها شنو باش يكون في الامتحان. يتعداو ساعات برشا سوايع هذوما، هذيك علاش احنا اليوم اخترنا نحكيو على الموضوع هذايا. ليلة الليلة هذه كيفاش تتعدى على التلامذة نتاع الباك، كيفاش يقعدوا يستناو في نهار غدوة، الستريس اللي يكثر الوقت هذايا، تحس انه سي بون بدا العد التنازلي وتحس انه الباك قريبة، كيف تبدا تخمم كيفاش باش تتعامل غدوة مع الامتحان، بعد الامتحان هاو التسريب نتاع الامتحان الفلاني، هاو الكوريكسيون نتاع الامتحان الفلاني، ونبداو نحكيو ما بينات بعضنا شنو ينجم يجي شنو ينجم ما يجيش. دونك هذا الكل اليوم باش نحكيو فيه، كيفاش نحضروا روحنا وكيفاش نتعاملوا مع اول نهار في الامتحان، وكيفاش زاد نعديو الليله هذيا والايامات نتاع الامتحانات ونكونوا ديما في صحه نفسيه جيده، كيف زاد صحتنا الجسديه تكون في صحة جيدة إن شاء الله. معنا كما العادة مدام سونيا جبيلي الأخصائية النفسانية، مرحبا بك مدام سونيا. مرحبا بك سوار، مرحبا بكل مستمعي الحياة تفهم وخاصة تلاميذ الباكالوريا. واليوم الحصة سبيسيال بهم، إن شاء الله ربي ينجحهم إن شاء الله، باش نحاولوا نعملوا لهم الأمبيونس نتاع النجاح، على خاطر ديما وقت اللي نسبقوا فكرة النجاح وإلا الفكرة الإيجابية النتيجة تكون كانت إيجابية. بيان سور، معك الله. معنا الأغاني نتاع النجاح الكلهم، الأغاني المزيانين اللي فيهم برشا معاني باهية، واللي معناتها خلينا نعطيكم شويه شحنه ايجابيه. اكيد ماهوش صعيب النجاح، راه والله ما معناه ما نصعبوهاش. النجاح الامتحان بتاع البكالوريا راهو امتحان عادي. احنا عام كامل واحنا نعديو في الامتحانات، والا احنا ثلاث سنوات الدراسه نعديو في امتحانات. اكيد والامتحانات بتاع الدنيا اصعب من الامتحان بتاع البكالوريا. نخلي لك الكلمه مدام سوني. باهي، اول حاجه ساعه يلزمنا نفهموا اللي راهو الفرحه مش مربوطه باش نستناو نتيجه البكالوريا. راهي الفرحه كل يوم، هذيك حياتنا. حتى وانت ماشي تعدي في حتى وانت ماشي بيان سور لازمك تفرح، لي انت عندك القدرات الكافيه باش وصلتك المستوى بكالوريا. نحن اليوم ولا التلميذ كي يوصل للمستوى بكالوريا في حد راهو انجاز عظيم، سورتو التلميذ اليوم نتاع السنين اللي تعداو بعامين، معناها عامين معناها مع نحن نقولوا في المصطلح مكبوسين شويه، معناها على خاطر صار في تخفيف نتاع برامج، صار في برشا حاجات، صار في حاجات صحيح النظام تبدلوا افواج، والسنه الحمد لله ربي دونك منع علينا هالبلاء هذايا ورفعوا علينا. دونك سنه دراسيه بين ظفرين، سنه تسمى ناجحه الحمد لله، واكيد باش يختم نجاحها بتتويج تلاميذ البكالوريا الكل من دون استثناء. اليوم الحاجه الباهيه الحمد لله، معناها تصوروا معناها نجاح وصل دخل سجون الدولة التونسية، عندنا برشا تلامذة داخل السجون باش يعدي ويجتازوا امتحان البكالوريا، عندنا باش يعدي البكالوريا، معناها تصور انت الامل معناها نتاع الانسان باش يوصل في العمر هذاك ومازلت عنده القدرة الذهنية اللي تخوف باش يراجع تيل العظيمة. اليوم تلميذ بكالوريا عمرك 18 سنة، شوف تبارك الله، معناها في 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 معناها في 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 الانرجي هذيك الكل، وفي كل شحنات الإيجابية وفي كل الموجات الإيجابية وفي طنبك النمو والقدرات الذهنية، معناها مازلت العمر يخبلك باش تستوعب برشا حاجات والذاكرة نتاعك تخدم في أحسن الأحوال نتاعها. القدرات الدماغية نتاع إنسان عمره 18 سنة إنسان عمره 72 سنة أكيد فما فرق. اليوم انت تلميذ البكالوريا، دونك يلزمك تكون اولا فرحان المستوى الدراسي اللي وصلت له انت اليوم، فرحان باش تشتغل امتحانات البكالوريا، على خاطر نحن رينا في العامين اللي فاتت ما حتى شيء، ولا معناها نجم نطبقوه بطريقه طبيعيه، نجم لا قدر الله يجينا معناها حاجه استثنائيه اللي تنجم حتى لا قدر الله تبطل حتى الامتحانات الوطنيه. دونك اليوم الحمد لله سنه دراسيه الحمد لله ناجحه، عديناها بالباهي بنصر طبيعي
طبيعي كيف ما مستنسين باش نجتازوا ان شاء الله امتحانات البكالوريا في احسن الاحوال. اليوم لازمك تمشي تعمل على كل الموجات الايجابيه اللي عندك على خطر على طول نفهموها بشويه بشويه تكون ايجابي بينك وبين روحك على قد ما قدراتك الذهنيه تكون في احسن الاحوال اللي انت وقت اللي تحط قدام اوراق ورقه الامتحان كيفاش تنجم تلقى روحك مستعد لاستحضار المعلومات في وقت وجيز. هذاك هو المعنى الحقيقي للامتحان. وهذا اللي باش نحكيو فيه معك مدام سونيا من توا حتى للاربعة متاع العشية. معكم كما العادة تيمر بن حميدة من قدام الميكرون، حيو احمد المخلوفي وامنة بوخيت في التكنيك والديجيتال. ان شاء الله ربي ينجح التلامذة الكل، ان شاء الله ربي يوفقهم. احنا باش تسمعوا معنا اغنية عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وافراح، وان شاء الله ربي ما يحرم حتى حد من فرحة النجاح. النجاح اللي ان شاء الله تكون في كل دار عندهم شكون في الباك والا في اي مناظرة من المناظرات الوطنية. موصلة معكم للوقاية هذية مطلقة 52 دقيقة في منتدى الحياة. منتدى الحياة، منتدى الحياة. رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة، تحية كبيرة لكم الناس الكل وين ما يوصلكم صوت إذاعتنا على 93 في مختلف المعتمديات. كما قلت اليوم حابين نحكي ونعملوا حلقة سبيسيال للتلامذة بتاع البكالوريا. بعد شوية تلقوا أفيش على باش فيسبوك الحياة فيم، تجيو فيها أصحابكم اللي عاديوا في الباك وإلا شكون عندكم العائلة، تجيوهم وتتمنوا لهم النجاح، إن شاء الله ربي يوفقهم. وكل واحد فينا هكا عنده شكون من عائلته يعدي في البكالوريا يحاول في الوقاية هذية كيفاش يتصرف معاه مدام سن. ساعة ديما نحن كي نعملوا تحذيرات نفسية لاجتياز امتحان بكالوريا ديما نقولوا للتلامذة بعد ما تكمل تراجع كل 15 يوم تاخذوهم متاع المراجعة تتغاء، يزمك ديما تخلي ليلة الامتحان ما تمس فيها حتى شيء. سي راهو حصي لما في الصدور التوى الزايد الكل باش يعملوا وراهو ينجم يكون اسم الله عليه سلبي على الذاكرة متاعه. علاش؟ على خاطر الذاكرة متاعنا تخدم معناها بترتيب معين معناها علمي اللي هو ذاكرة العمل كيفاش تتمرر ذاكرة قصيرة المدى كيفاش تتخزن في ذاكرة بعيدة المدى. هذاك يلزم وقت 24 ساعة، فباش ما يصيرش تشويش على المعلومات اللي تقام اللي صارت قبل دوك يلزم ديما الراحة متاع 24 ساعة مهمة جدا لاستحضار المعلومات. دوك مهم جدا استحضار المعلومات هذية كيفاش 24 ساعة هذوما اللي هي ليلة اجتياز امتحان بكالوريا يلزمها كلها معناها نخرجوا نتفرهدوا ناكلوا حويجة مزيانة نتقابلوا مع العباد الإيجابيين يسمعوا حياة تفاهم مثلا اليوم الجو اللي نحن عاملينه غنيات شكون عنده هوايه معينه يحب يعملها حتى جست مشي فقط يعني صيف ساعه مشي هذا كينشط الدوره الدمويه وقد ما يوصل الاكسجين بطريقه معناها باهيه للمخ على قد ما الذاكره دوك تكون تشتغل في احسن الاحوال نتاعها. دوك نكونوا قراب للعباد اللي يحبونا ناخذوا برشا موجات ايجابيه من عندهم دعي وتخيلوا عند الميمه منعشنا زياره لحد من اصحابنا نشجعوا هو يشجعنا نتلموا مع بعضنا ايتترا. دوك مهم جدا جست نحب نقرب شويه المشهد هذايا بتدخل الباك السبور باك الرياضه. دونك في امتحان بكالوريا الرياضه شنو يعملوا؟ ما يعملوا هيك الدخله وكل الاورغانيزاسيون ويبداو شايخين ماهمش يمشيو يترينيو يشوفوا روحهم شي نجموا من غدوه يحافظين لونشينمون والا لا. هذيك بالضبط شنو يلزم يعمل؟ راهو اي تحذير نفسي راهو عنده ايجابياته وعنده انعكاس المباشر على الذاكره نتاعنا وعلى القدرات لا بيرفورمانس. راك قد ما تهيئ روحك نفسانيا خاطر نعرفوا نحن التحذير النفسي هو نصف النجاح. دونك قد ما تحذر روحك نفسانيا بطريقه ايجابيه كسوا بينك وبين نفسك او من العائله المضايقه او من الاصحاب والاصدقاء دونك هذاك بطبيعته باش يعطيك دافع معنوي باش يخليك كونك انت اولا تتكيف مع الضغط اللي انت تحس فيه يتعدى الوقت من غير ما انت عندك الهاجس نتاع غدوه شنو باش يتيح غدوه شنو باش نعمل يا ظهر لي نسيت المعلومه هذه هات نعاود نراجع بالورقه هذه هات لا نبعدوا. مدام سونيا تحس روحك قبل الامتحان تحس لي انت كاينك ضيعت كل شيء حتى معلومه. صحيح هذيك لي في دو ستريس تتسمى تابلو غاز. اش معناها؟ تخش عليك صفحه بيضاء ما ريت حتى شيء. واذا كان حسيتوها التلامذه نتاع البكالوريا فما تخافوش. هو باش نعطيك شنو هو جو بريفير انا تصير توا كو تصير لحظه الامتحان. هو الكل شنو؟ هو الكل كيفيه التحكم في الضغط النفسي. علاش؟ على خاطر باش نعطيك كان تسمح لي مثال صغير باش يفهمونا به التلامذه. هو المخ يعني القدرات النظام المعرفي نتاع الذاكره نتاعنا كاينها بتعبير مجازي تخش عليها اقجره. عندنا قجر نتاع المات، قجر نتاع الفيزيك، عندنا قجر نتاع السيونس، قجر نتاع الفلسفه، تاريخ، جغرافيا، اتسيتيرا، سي دي كازيي.
إن كي راجع تيلة الجامعتين هذو ماش بشي يصير، على خاطر قلت لكم ديجا ذكرى عندها وقت العمل متاحة اللي هو كيفاش كين تخزينها كيفاش تتحول من ذاكرة العمل إلى وإلى. دونك شو بشي يصير؟ المعلومات الكل اللي راجعناهم واللي حضرناهم واللي فهمناهم واللي كنا فهمينهم بالغلط تتنحى وتتحط في بلاصتها المعلومة الصحيحة اتسيتيغا، ويتلموا فك القجرات هذوكم، يعني كل مادة عندها القجار متاحها بتعبير مجازي بيان سيغ القجار. هما معناتها باش نستوديو فيهم لي زانفورماسيون اللي حضرنا. دونك انا على قد ما يكون الضغط النفسي متاعي طالع، اش معناها؟ معناها افرزت الهرمونات متاع الضغط النفسي تكون طالعة، على قد ما اللجوء للمعلومة هما لاكسي على فورماسيون هو اللي يكون صعيب. المعلومة موجودة أما أنا باش نمشي نجيبها هذاك هو الصعيب. هذاك هو الضغط شي يعمل تقوش علينا قجر في عوض معناه حوايجنا متويين مرصفين بطريقة مثل حتى بالتدرج اللوني أو حاجة أخرى، ذاك نظام خطر متاعنا تلقاها تحط في الأشياء على بعضها فسو كيفي يوحل القجر ما يتحلش فيسع ونضيع برشا وقت ونفرس في المعلومة اللي حاجتي بها. دوك على قد ما نظمنا في المراجعة متاعنا وعلى قد ما نحن متمكنين من المعلومة فسهلة على الاخر باش نمشي نجبد المعلومة متاعي وقت الامتحان، خاطر إذا غيالمون نحبو نحن نفسرو أو نعطيو مفهوم للامتحان هو مدى تملكك للمعلومة في وقت محدد. انت باش نقيمك ثلاثة سوايع ساعتين في مادة معينة، دوك انت قداش تملك المعلومة في الوقت هذاك. فبيان سور احنا ديجا عملنا حصة كيفاش نراجعوا كل كونديسيون ديكزام كيفاش تحط روحك في وضعية امتحان ايتترا، دوك دربنا على الشيء هذاك. بيان سور على قد ما تدربت على قد ما باش تكون قدراتك خير. دوك اليوم لكن النهار هذا 24 ساعة مهم جدا باش يصيرك التنظيم متاعك. نحن قلنا المعلومات في الليكازي باش غدوة ان شاء الله بحول الله قدام ورقة الامتحان ساهل باش نمشي نجيب معلومة اللي انا حاجتي به، ما يصير ليش لخبط في المعلومات او ما يصير ليش كل بلوكاج مومونتاني تومبوغير. دونك هو كوني انا نوحل قدام الورقة على خط المعلومة نعرفها اني ممكن نجمش نستحضرها في الوقت ذاك. دونك هذايا هو العامل نتاع الضغط النفسي هو اللي يخلي كونه يأخر. هو راهي معلومه موجوده يعني هو يتهيأ لنا كنا ما ضيعناها اما هي ما تضيعش ما نسيناش، راهو الذاكره عمرها ما تنسى حتى شيء، لي ديتاي الكل يسجلوا المخ نتاعنا في الذاكره. دونك هو جست مساله وقت فقط وكيفيه التحكم في الضغط نتاعنا. معناتها نبشروا التلامذه نتاع الباك اللي توا قاعدين يحسوا في رواحهم ما عندهمش هكا معلومات مش صحيح، راهو هذا احساس عادي طبيعي مثالش من جراء الضغط النفسي اللي يعيشوا. احنا خايفين علاش نحسوا روحي ما عنديش الانفورماسيون في مخي اللي رجعت وكل مانيش متذكر الماتير اللي باش نعديها غدو ما نتذكرهاش. وعلى قد ما تخمم في السؤال هذا على قد ما تقعد ترفع في الضغط اللي عندك. هذاك علاش مهم جدا ال 24 ساعه هذوما نعديهم ونحن عاملين جو ونخرجوا جمله من كل شيء كل ما يوحي للمراجعه. يعني نخرجوا من البيت اللي نحن فيها نراجعوا فيها، نخرجوا من البيرو ولا من الكتب والكراسي اللي كنا نراجعوا بها، نجلبوا زاد الحديث على الامتحان بيان سور. وانت راجعت هذيك وانا طيحت هذيك وانا عملت هذيك باش يجينا كذا، هذيك الكل تبعدوا لي تحكيوا في كل شيء الا حاجه اسمها عندها علاقه بالبكالوري. خاطر عاده زاد حتى النص ساعه الاولى هذيك نتاع قبل الامتحان اللي يقعدوها تلامذه مع بعضهم راهي زاد تكون عندها تصور اثر وقع كبير على التلامذه، خاطر يبداو في اللحظه هذيك في عامل في العام الفلاني جابوا المحور الفلتاني وفي العام هذاك ما جابوش، وهو من غير ما يشعر قاعد يشحن روحه بالضغط النفسي فتصير له جوستومون هاك البلوكاج هذاك على الورق. بلي هي سوار نداء صغير للاولياء او للاخوات او للاصدقاء اللي بالحق يحبوا يعاونوا التلامذه اللي توا باش يجتازوا امتحان البكالوريا، بالله يكونوا ناس ايجابيين ودي فاسيليتاتور معناها عاونوهم سهلولهم عاونوهم باش تخرجوهم باش تعملوا لهم جو جديد باش تعمل لهم امبيونس جديده دو موان في الجمعه هذه باش يعديوا فيها الامتحانات ابتداء من اليوم هذايا. دوك حاولوا خرجوهم احكيوا لهم على حاجات اخرى، اخرج اشري حاجه باش تلبسها مثلا غدوه ما نعرفش، اخرج امشي لبلاصه ما تعرفهاش اكتشفها مغروم بالشوبينغ مثلا فوالا بيان سور كل قدر وقدره صحيح يعمل سبور يحب يعمل اليوم مارش. مهم يعمل حاجه اللي على الاقل يحس روحه اللي هو بدل بها النظام الروتيني اللي عاشوا طيلة فترة المراجعة، اخرج دور اشري حاجة كل حتى تريف مثلجات البرة وقعد تريف البرة تلم مع اصحابك امشي فحظ اصحابك خليهم هم يجيوك، المهم احكيوا على كل شيء الا على البكالوري. به فما نقطة أخرى زادة أساسية نركزوا عليها، عادة هكا العائلات اللي يبداو عندهم تلميذ في البكالوريا هي العائلة الكل تبدا ستريسين المواضيع اللي باش تحكي الكل على الباك، فالتلميذ يلقى روحه داير بيه معناتها في أنتوراج. هذاك علاش قمت بالنداء هذايا دونك خاطر هما العائلة خاطر هما ساعات
ساعات هما من غير ما يشعروا هما مصدر الضغط النفسي عند التلميذ. اخويا خلينا نسهلوه، خلينا نقولوا 50% مش ما نقولوش 80% داكورد، باش ما نقولوش 80%. فما شكون راهو بات تصاوى في اكيد في بلاصه يقول لك لا، يقول لك 100% 80%. فما شكون امهات تقول لك كاينني انا باش نعطي اي وتحس هي تبدا تلقى عندها ضغط نفسي زاد، تلقاهم هما مضغوطين اكثر. ساعات تلقى التلميذ البكالوريا هو اللي يصبر في عائلته ويقول لهم لا وما تخافوش. رغم فما تلاميذ تجيني تقول لي رانا فما ناس في افراد عائلتنا عمرنا ما شفناهم، نشوفوهم كان وقت باش نعديو الباك معني راهم سكريت البحر، واللي عمره ما سال زاد راهو يسال عليك وقت اللي انت عندك شيء تعدي الباك. اي صحيح، فرحنا الباك عندنا معناتها مهرجان احتفال ايفينمون حاجه كبيره جدا فيها فيها اكثر من التخرج، اكثر من التخرج، اكثر من متريز، واكثر من ماستر، واكثر من دكتوراه، واكثر من كل شيء. بالنسبه لهما هذاك المفتاح الاول لحياته اللي هو من بعد باش يختارها الكل. بالنسبه لهما تقوش عليهم الوالدين عندهم رساله باش يوصلوا ولادهم البكالوريا، ومن بعد معناها باش ينطلقوا في ينطلقوا في المسيره باش تحسها من بعد حاجه اليه معناها. أم بالنسبه لهما نقطه الانطلاق هي البكالوريا مهمه برشا وفرح وساعات اي فوالا. ما تنساش اللي قلت لك احنا معنا عاداتنا وتقاليدنا اللي هو البكالوريا بالنسبه نحنا معناها حاجه تلمو مهمه اللي ركزوا عليها الناس الكل. هكري توا هكري توا معناها حتى توا معناها كسوا في وسائل الاعلام كسوا البصريه او السمعيه الكل من شو نحكيوا نحنا توا نحكيوا على البكالوريا معناها كيف ما قلت في العائلات نحكيوا على البكالوريا. الناس حتى هاو على مواقع التواصل الاجتماعي الكلها تحوم حول البكالوريا. صحيح. حاجات مثلا كيفاش عباد تنجح ولا ساعات يهبطوا شهاده نتاع الباك تقول لك شكون تتمنيها ودعوه لشكون وشكون تحب تتفرج يفرح نفرحوا به سي في السنه في نجاح ايتترا. دوك هما محليهم فرد مره هما راهم ينجم يكونوا مصدر نتاع موجات ايجابيه وينجم لا قدر الله زاد يكونوا مصدر نتاع موجات سلبيه، على خاطر وقت شويه سلبيه وقت اللي نكثروا منها فيركز عليها تلميذ البكالوريا فيحس عنده مسؤوليه على كتافه اكبر من جرم اللي هو مش حس روحه اللي هو مش باش يعدي اللي هو باش يعدي المحيط اللي يعيش فيه الاسرته. اي ساعات لهم البو يقولوا بالله فرحني بالله نور لي وجهي في العائله بالله ما نجحتش انت انجح انت. دوك نحن نراور واحنا في صغارنا ولكن رانا ما تقطوش عليهم نحملوهمش اكثر من طاقتهم. هو امتحان نحن نحاولوا باش نسهلوا لصغارنا ونقولوا لهم راهو هو امتحان كيف امتحانات الكل ماهيش مساله حياه او منت او موت. اعمل اللي عليك مادامك تعمل اللي عليك اكيد العدد باش يجي على حسب القدرات والجهد اللي انت بذلته وهذا الكل. ومالغري سا مهما باش تكون ايجابي راهو ان سارتان مومون باش تحسوا الضغط، واذا ما نحسوش بالضغط مشكل. آوي. يعني الضغط برشا مشكل وعدم الاحساس بالضغط اكيد أي. على خاطر الضغط النفسي هو آلية من آليات حماية الذات بمعنى كونه هو المناعة للصحة النفسية متاعنا. إذا نحن مناش عناش منحسوش بشوية ضغط عمرنا ما نجم نكونوا نعملوا مجهود باش نوصل القدرات معينة. يلزم شوية ضغط باش أنا نعطي اللي ما عندي. ساعات كنت حب نقرب لكم شوية الصورة. ساعات في مسابقات عالمية وأولمبية تلقى ساعات الكوتش يبدأ مع اللاعب اللي باش يلعب مهما تكون نوع الرياضة يبدأ يسيح عليه ويشجع فيه ويقول له يحفز فيه. هذاك يخلق له جزء معين من الضغط النفسي باش هو يعطي اللي ما عنده. دونك الاحتياج للضغط النفسي بنسبه معينه تولي تنجم انت كانسان او كتلميذ تتحكم فيها راهو ايجابي. اما وقت اللي توصل ما عادش نجم تتحكم فيها والضغط هو اللي يسيطر عليك وقتها نحكيو على الضغط النفسي السلبي. دونك تنجم تسيطر عليه راهو هذاك مصدر نتاع تحفيز ومصدر ينجم يخول لك كونك تظهر القدرات نتاعك الحقيقيه الاجتياز وتكون انت كفء باش تجتاز هالامتحان هذا اللي هو امتحان من الامتحانات من بين ظفرين. تنجم تكون عاديه على خاطر مستانس تلقاك في وضع في معناها في كل الاحوال مستانس باجتياز الامتحانات وخاصه اللي نحن ديجا تعدينا بالبكالوريا التجريبيه. دوك ديجا استانسنا نحن شويه حضرنا باك سبور حضرنا باك انفورماتيك حضرنا للباك البلون ايتترا. دوك اليوم على الاقل فما تدريبا نوعا ما للتحضير النهائي للبكالوريا النهائيه فهذا ذاك الكل يخدم دونك المناعة متاع الصحة النفسية متاعنا. فما زاد نقطة أخرى مدام سونيا ماذا بيا كان نفسرها خاصة للأولياء والتلامذة أكل خوف وقت اللي تبدأ ما باش تعدي الامتحان وتبدأ تخمم في الفشل وتبدأ خايف ديما حاط في مخك أنه ما باش تنجح ديجا الخوف وإلا الخوف اللي زايد على اللزوم هذاك اللي تحس تبدأ أنت في الليل تخمم وتقول لا باش تجي حاجة صعيبة باش تجي حاجة مانيش مركز فيها وإلا حاجة مانيش فاهمها. باركون تلقى شكون اللي يقرأ ويخمم ديما في لحظة النجاح صحيح ديما في مخه يتخيل كأنك الصورة نتاع
ميساج اللي هو نجح بالمعدل اللي هو يستناه ويتخيل في فرحة العائلة بي. ففي من بين هالزوز معناتها لي سيتواسيون اللي هما معناتها مفارقات الزوز مش كيف كيف عكس بعضهم. الفشل هذا الخوف من الفشل اللي ساعات يخلينا ما نحبش نقولها ولكن يخلي الانسان يزيد يكون مرغوب اكثر. هو السؤال يمكن سوار ويعطيك صحه على الملاحظه نتاعك السوار لهنا السؤال لازم يتطرح شنو هو منين جاينا الخوف. اولا لازم نسالوا منين جاينا الخوف. ما قلنا فما خوف فما ضغط اللي هو نسبته تكون عاديه هذاك عادي خاطر محفز جوستمون للانسان باهي والقدرات بلوتو الانسان. اما وقت اللي الخوف يولي هو في حد ذاته يبلوكينا معناها يوقفنا او ما عرفتش التيرم سكنت نجم تعاوني في معناها التيرم تاع واحد يتبلوك فيه معناها يعجزك صحيح دوك يحسك بالعجز هذاك هو اللي مش باهي. اش معناها يزمك تسال زعما تستفسر الخوف منين جاي. اسكو الخوف جاي خاطر انت ما عندك ثقه في قدراتك دوك ما عندك ثقه في روحك. اسكو الخوف هذاك جاي على خاطر فما ضغط كبير من العائله او انتظارات العائله تفوق قدراتك. خد ساعات نطلبوا من عند تلميذ باك باش يجيبها بديزويت الوغكو هو مثلا تلقاه في سير الامتحانات العاديه معناها مستواه متوسط فحسن بمعنى يجيب 15 16 13 14 وانت معناها تحبوا اوتوماتيكمون يكون يمشي لميدسين مثلا يحبوا ولدك نهار اخر يمشي طبيب. ساعة اولا على خاطر ديجا ما تنجمش تطلب حاجه كيف ما هكا على خاطر ديما حتى احلامنا لازمها تكون شويه مربوطه بالواقع اللي نحن فيه على حسب جوستمون قدرات التلميذ باش ما تعملوش هكا الضغط اللي نحن نحكيو عليه الضغط السلبي باش ما تنتظرش حاجه تطلب بيان سور دونك هذا هو ثاني نوع من الخوف منين جينا. ثالث نوع من الخوف منين جينا اللي هو معناها انسان معناها تيلت سنه دراسيه ماهوش قاعد يعمل في مجهود ماهوش قاعد اجور مش قاعد يريفز ليكور نتاعو ناقصه مره يحضر مره لا معناها فما حاجه مش فاهمهم طيح مثلا دي موديول ما راجعهمش وما ادراك ما كلمه نطيح هذه انا ما نحبهاش جوستومون انا ما نحبهاش انا ما نحبش تيرو ما نحبش الطريقه زوز معناها طريقة فهمت الطريقه في المراجعه هذه أي. ولو انه تو بون احنا حكينا شويه اي قبل سابقا صحيح فسرنا قلنا ريفز كل شيء باش ما تكونش خايف افكتيفمون وتبدا بالعكس تكون مرتاح اي حاجه باش تجي فانت مريفزها فاهمها خادم عليها امتحانات و معناتها فاهمها الحاجه هذيك وقت اللي تطيح ثلاثه واربعه ما حاولتها وقتها باش تلقى روحك خايف اوتوماتيكمون افكتيفمون دوك ريت ساعات سوار من غير ما نشعروا الانسان هو اللي يصنع التوتر ويصنع الضغط النفسي ويصنع الخوف. وفما يعني فما ديجا مصدر داخلي وفما مصدر خارجي. المصدر الخارجي كيف ما حكينا عليه اللي هو انتظارات العائله الطريقه اللي تعامل بها العائله مع الصغير بتدخل المحيط نتاعك سواء المحيط الموسع او المحيط الضيق الاصحاب التجارب نتاع قبل ما تنساش اللي ساعات في العائله تلقى مثلا خو كبير ولا اخت ايتترا فما اخوه سبقوا التلميذ هذاك معناها سبقوه في تجارب ناجحه فيكون الضغط عليه اكثر قولوا اسمع نحبك تجيب خير من خوك هاو خوك شوف المعدل اللي جايبه ما وصلوش ولا ما مشاش اللي انا نحب عليه على الاقل انت حقق لي حلمتي انت الامل نتاعنا الوحيد دوك هذاك ايفيكتيفمون راهو يصنع جوستمون الخوف ويصنع التوتر ويصنع الضغط النفسي. باهي احنا حكينا توا معاك مدام سونيا وعطينا هكا جمله من النصائح عطينا ايه. لمحه على قبل الامتحان ايه. قبل اول امتحان اللي غدوه ان شاء الله باش يعديو التلاميذ نعاودو نتمنوا لهم النجاح والتوفيق وان شاء الله ربي يوفقهم التلاميذ الكل. نعملوا ترتيحه صغيره مع الموسيقى ومن بعد نرجعوا نحكيوا على التعامل بعد الامتحان اللي هو يظهر لي تسريبات وكوريكسيون وهاو امتحان قبل الدفوار هاو الامتحان موجود على الفيسبوك وهاو شوفوا الكوريكسيون تاع الامتحان الفلاني هذا اللي باش نحكيو فيه بعد شويه. خليكم مع اغنيه اسمك بالعالي مكتوب مازلنا في سياق اغاني النجاح والتخرج ان شاء الله ربي ينجح الجميع. ما 3:28 دقيقة مرحبا بكم من جديد رجعنا لكم في منتدى الحياة كنا قبل الفاصل وقبل الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيه معنا تحية بربي الحمزة اللي الحقيقة قاعد يتفنن يختارنا في أغنية مزيانين خاصة مع التيمة متاع النجاح مع الموجات الإيجابية اللي قايت زي نعرفوا اللي حتى سوية عن خدمة يرزنوا علينا شوية خاصة مع السخانة وبجينا نحضروا في رويحنا للحصة الواحدة دونك تحس قيل شويه انها يتعب شويه الواحد وقت اللي يبدا يخدم خاصه وقت اللي تبدا خدمه تتطلب هكا برشا مجهود والا زاد الناس ما ننساوش اللي قاعدين يخدموا في الشمس في درجات الحراره هذه اللي مرتفعه. ان شاء الله نكونوا مونسينكم بالموضوع نتاعنا اللي طرحني عليكم اليوم كيف زاد بالاغنيات. نعاود نذكركم 70035120 ديما على ذمتكم. كان عندكم اي اقتراح نتاع اغنيه تحبوا تسمعوها كان عندكم ذكريات تجمعكم زاد باغنيات تحبوا تسمعوها والا زاد كان عندكم اي ديديكاس تحبوا تهديوها للتلامذة خاصة اللي عاديو في البكالوريا
مرحبا بكم، ناخذوا بخاطركم ونعديوكم الغنايات اللي تحبوا تسمعوه. نرجع معك مدام سونيا جبيلي الاخصائيه النفسانيه. كنا نحكيوا قبل ما نخرجوا في الغنايه، كنا نحكيوا على التحضيرات قبل الامتحان. أي. احنا توا باش نحطوا روحنا في انه سي بون، عدينا الامتحان الاول وكملنا وخرجنا من قاعه الامتحان، توا عدينا الاربع ساعات بالنسبه للباكليتر، خطرينا باكليتر فلسفه اربع سوايع فلسفه كملنا عديناهم، وتوا نصف النهار احنا سي بون قدام قاعه الدرس. شنو ننصحوا التلاميذ اليوم شنو لازمهم يعملوا؟ باهي، اول حاجه فما نحن نقولوا هاك الريفليكس نتاع سنسنا بيها، نخرج من الامتحان نسال اصحابي اش عملوا اش ما عملوش، وهيت ويبدا البريون بيان سور. فما ساعات الوالدين يقول لك جيب البريون باش يزول البروف يصلحوا لك، شوفك ابخي قداش تنجم تجي. دونك هذايا نشوف لي نوت ايروزمون في الفلسفه ما ينجموش يعطيو المعادلات، سينو معناتها effectivement que soit الفلسفة ولا المواد حتى المواد العلمية في اللونجلي زادة في الفرنسي فما مواد أدبية اللي أنت ما تنجمش جستمون معايير كذا ما عندكش تنجمش تحصرها. الحمد لله على الأقل حاجة إيجابية. دونك يلزمنا نحن بيدنا، علاش قلت لك معناها المحيط مهم جدا، المحيط كي نحكي كسوا محيط التلامذة في بعضهم والا المحيط الاسري، دونك مهم جدا بالنسبه للتلميذ. دخل اجتاز امتحان في وقت معين، خرج من الامتحان، انتهى الامتحان، مشى في الـ في الـ في المركز الاصلاح، مشى في الكرذونه فيه السيري نتاع التلميذ، مشى على روحه الامتحان. يلزمنا نخمو في غدوه اش باش نعملوا في اللي جاي، كي نخمو فيه كالعاده نخمو ديما بطريقه دونك ايجابيه، ما نخموش كونا باش نراجعوا ليله صلى الله ولا اخر وقت، ولا سورتو صباح بكري تقوم باش تراجع، ولا قدام قاعه الامتحان وانت تراجع راه هذاك الكل معناها باش يعمل لك بلوكاج من بعد في استحضار المعلومات كيف ما حكينا دونك في اول حصه نتاعنا. دونك مهم جدا الامتحان سيء، قمت عملت مردود معين، قمت بمجهود معين، خدمت على الورقه، مشى ننساه ونتعدى اللي بعده. هذاك هو يلزمنا ديما نتعامل بالطريقه هذية، لا الى شيء به سؤال هنا يطرح نفسه به، هاني مشيت سالت وهاني مشيت شفت ونلقى روحي اللي انا مثلا باغ اكزومبل ما جاوبتش هكا، ولا وشكون قال لك اللي انت قاعد تناقش معاه ولا تصلح معاه هو اصح منك، وشكون قال لي هو اذكى منك، وشكون قال لي هي الريبونس نتاعو صحيحه، وشكون قال لي هو البرام باش يقعد هكاكا، وشكون قال مش باش يتغير البرام. راهو في الاصلاح امتحانات البكالوريا راهو يصير تغيير في معايير ويصير تغيير في الاعداد. اش معناها تغيير في الاعداد؟ نوضح اي، تبدا مثلا باغ اكزومبل يلقاو مثلا تلامذة في تمرين هو سيبوزي يكون على 8 تقسيم مثلا 8 6 4 ولا 6 6 8 من بعد كي يلقاو الناس الكل طايحه في تمرين معين، والا فما سؤال بوتيتغ معناها غلطوا فيه عدد كبير ونسبه كبيره، راهو ديما في الاصلاح، في اصلاح الامتحانات الوطنيه بصفه عامه، وانا نحكي عن تجربه مش نحكي من فراغ، دونك عن تجربه، دونك ديما هو مراعاه مصلحه التلميذ الفضلى. اش معناه؟ معناه وقت اللي نلقاو نسبه كبيره في موضوع معين فيه نسبة كبيرة طاحت منها التلامذة، راهو نبدلوا المعايير. نقصوا مثلا مثلا هو على 8 وبرشا ناس ما خلطتش معناها للمعدل، دونك نبدلوا نردوه هو على 6 ونزيدوا واحد مثلا التمارين الاخرين ولا العكس وبالعكس. دونك بالحق راهو اصلاح الامتحانات الوطنية راهو فيها خدمة جبارة جبارة جدا. راهو الاصلاح الورقة الواحد ورقة برك راهي تتصلح على زوز وثلاثة أساتذة، وتتفيريفا على ثلاثة وأربعة معناها ناس، وراهو ما يوصل يتحط هاك الرقم ولا العدد نتاع المادة هذيك على الباز دوني نتاعنا، راهو إلا بعد مجهود جبار وعطينا ووفينا حق التلميذ. معناها يلزمكم تفهموا اللي معناها التلامذه ما لازمناش نقعدوا نخمموا في انه باش ينقصوا لهم في النوت، خاطر عاد لا ما فماش بعد الامتحانات ساعات بعد ما تطلع ريزلتا راهو نسمعوا هاللي هو هذا نتاع اللي يقول لك ما يسالش حتى كان نسمعوا وما خديتش نوت ما فما حتى مشكل. علاش؟ على خاطر اي تلميذ يحس روحه اللي هو خدم الطريقه وما تحصلش وينتظر فيه بيان سور اعاده الاصلاح تصير عن طريق متفقد، مش معناها اي حد باش اعاده الاصلاح، معناها دوبل كوريكسيون يعملها سيد المتفقد نتاع المادة هذيك ودوك وياخذ حقه الموجود. معناها باش نكونوا واضحين، يعني اصلاح امتحانات الوطنية كسوا سنة سادسة او سنة تاسعة او البكالوريا راهو تصير بنفس الطريقة. ساعة اول ما يهبط معناها اول ما باش نبداو الاصلاح فما اجتماع يتعمل من قبل متفقد المادة مع مجموعة من الاساتذة او من المعلمين انت والمستوى الدراسي، ديجا كلهم يجتمعوا على طريقة متاع اصلاح معينة، الناس الكل نفس الاساتذة ياخذوا نفس النسق متاع الاصلاح،
وراهم يتشاوروا برشا في بعضهم. بمعنى ساعات تلقى مثلا في انتاج كتابي مثلا والا في اكسبرسيون اكريت ولا اي موضوع معناها فيه انتاج دونك ساعات معناها نبداو هكا معناها يصير فيه نقاش يستحق هكا لا يستحق هكا ياخذوا معناتها ياخذوا بالاراء ناخذوا بالاراء وبيان سور الراي اللي باش يتاخذ في الاخر هو راي السيد المتفقد والرجوع ضروره للسيد المتفقد دوك ديما فما ممكن عاود ونقول لك راهو فيما مراعاه مصلحه التلميذ الفضلى اذا نلقاو حاجه باش تعجزوا لا رانا ناخذوا بعين الاعتبار يعني تلامذتنا ومستواهم والقدرات نتاعهم بعين الاعتبار معناها مش رانا ما نصلحوش بطريقه اليه او جامده ديما فما اجتهادات والاجتهادات تخدم التلميذ واضحين معناتها مصلحه التلميذ فوق مصلحه التلميذ فوق كل اعتبار عمرنا ما كان امتحان وطني باش نعجزوا به التلامذة جميع هذه فكرة المغلوطة اللي بتدخل عند الناس يا تلامذة كونوا واثقين في قدراتكم اخدموا لي عليكم وراهوا أكيد باش تلقاو حقكم هذه أهم يمكن قاعدة نجم نقولها اليوم اخدم لي عليك كون عندك ثقة في قدراتك راو كي تكون عندك ثقة راو ذاك نصف النجاح لا موتيفاسيون هو نصف النجاح في كل شيء يسمك تكون انت ديجا راغب باش تعاد تجتاز الامتحان هذاك جاهز نفسانيا وذهنيا وباش تعمل اللي عليك ما تخممش في الاعداد تخمم في المردود اللي باش تعمله خاطر اي مردود باش تعمله راهو اوتوماتيك مو باش تتقاضى عليه عدد دونك اخدم بالجهد اللي عندك ما تتحملش طاقه اكثر من جرمك بيان سور راهو هذايا كل الطاقه اللي نحكيوا عليها والجهد ناخذوا بعين الاعتبار كيفاش عديت السنه الدراسيه او 7 سنوات الدراسيه ما قبل البكالوريا نشوفوا طريقه المراجعه اللي راجعنا بها سيد حطينا قدام الورقه نخدم اللي عليا ونتجاوز ونشوف الامتحان اللي بعد دونك ما عندها حتى جدوى باش تقعد انت تتناقش انت وزميلك او مش يبدل حتى شيء صحيح ورقه الامتحان ساعات تلقى التلميذ يخرج من الامتحان منه ديريكت يحل مواقع التواصل الاجتماعي خاطر فما اساتذه تخدم اصلاح وتحطه شكون قال لي الاصلاح هذاك هو صحيح هاني كنت نحكي لك تو كيفاش يصير الاصلاح يعني دونك نجم هذيك جوست مجرد اقتراح نتاع اصلاح اما الاصلاح الحقيقي ما يصير كان في مراكز الاصلاح فقط ما لا نبعدوا على هالاشاعات نتاع هاي كوريكسيون نتاع امتحان فلسفه نتاع فيزيك نتاع مات ونبداو ندوروا هكا في حتى كنت تحب تاخذها بطريقه معناها تقريبيه تشكيليه تعرف روحك باش تزيدك ضغط وتعرف روحك اللي انت تبعد عليه باش تاخذها بعين الاعتبار وباش يمشي في بالك اللي هذاك هو الصحيح فنردوا بالنا صحيح انا والله عندي نصيحه ما نعرفش انت تشاركني فيها رأي ولا انا نقترح انه التلامذة نتاع البكالوريا في الفتره هذه يبعدوا على مواقع التواصل الاجتماعي ماذا بينا؟ انا واحده من الناس في البكالوريا نحيت الفيسبوك ورجعت نكونكتي بعد ما عديت الامتحانات وبعد ما وفي الحديث على الكوريكسيون بعد ما معناتها ساي تجاوزنا هكا الكلمه خاطر احنا رانا بالمناسبات نحكي على المواضيع في تونس صحيح توفى مرحله الباك متعديه المراحل الاخرى معناتها لا احنا هي توفى الباك من تبدا النوفيام من توفى النوفيام من تبدا السيزيام من بالنسبه لنا الاربعاء الجايه باش نلقاو الموضوع نتاع البكالوريا معناتها ساي تجاوزناه وحطيناه تعديو تلقاو حاجه اخرى نتلهو فيها معناتها ما نحيروش على هذيك معناتها المده هذيا يعني نقصوا شويه من الاستعمال نتاع هو دي بريفيرونس خير حتى للتركيز نتاع التلميذ باش تريفز وترقد مثلا بكري سايب عليك مكا ساعه وساعتين فيسبوك تنجم ترسيلك حتى سهر برشا وتنجم تلقى كيما قلنا هالاخبار هذو ما ايش وساعات زاد ما حكيناش على التسريبات نتاع الامتحانات قبل ساعات في الليل ما يصيرش حتى تسريب فوالا مو ساعات فما اللي يصدق فما اللي يبدا هكا يحب مساش نجم نوضح النقطه هذيا باهي ديجا انا البارح سيد وزير التربيه أبهرت بكلمة قالها شقال قال نحن البارح خاطر البارح صار توزيع الامتحانات في كل جهات في كل جهات شقال سيد الوزير قال اليوم عنا مهرجان في وزارة التربية محليها كلمة مهرجان عرفتك المسؤولين الكل جاوا باش يهزوا الامتحانات باش يفرقوهم على جهة محليه بالحق مهرجان بارح صار مهرجان اول مره نوريو التصويره الايجابيه نتاع الامتحانات نحن جيني غالمون مجاو الامتحانات وربي يستر مشيش معناها ديما نحكيو على امتحان ديما من الجانب السلبي اول مره الراء اللي فما كلمه تحطت بالحق في بلاصتها ونحن حشتنا بها الكلمه هذيك ويا ريت كانت تلمذ الكل اللي تعاملوا معها كانه مهرجان هو بالحق البارح معناها الكلمه شدت انتباهي قال سيد الوزير قال نحن اليوم عندنا مهرجان في وزاره التربيه من خلال توزيع جوستمون الامتحانات
الوطني. راهو قلت لك معناها السنة راهو عام استثنائي على خاطر رجعنا للطريقة الطبيعية متاعنا اللي مستنسين به. هذه أول حاجة. فما حتى استثناء. ثاني حاجة راهو الامتحانات الوطنية تشرف عليها الدولة. ش معناها تشرف عليها الدولة؟ معناها تشرفش عليها وزارة التربية فقط، تشرف عليها وزارة التربية بالتنسيق مع السلطات المختصة، بمعنى الولاية، وزارة الداخلية، الكل. راهو امتحان ما يخرج من مركز الامتحانات باش يمشي يتوزع على المؤسسات التربوية إلا بحضور زوز أطراف، طرف اللي يمثل وزارة التربية وطرف اللي يمثل جستمان الأمن، دونك كسوا داخلية بياسوغ الجيش، وزارة الشرطة، الحرس، يعني عملية تسريب الامتحانات راهي مش حاجة سهلة. هابش عاتيك حاجة أخرى به الامتحانات كي توصل مركز الامتحان يقع التثبت في صناديق الامتحان. اش معناه؟ صندوق محلول تقف الدنيا عليه، فماش يجي صندوق، فما ديجا محضر تثبت اللي انت يزمك تثبت في الصندوق اللي هو جام سكر بكله، لا فيه لا محله في الجنب لا نقبه لا حتى شيء. هذه اول حاجه يتحط في الكازي يتسكر، المفاتح تتوزع على برشا اطراف باش ما يكونش ديما انسان عنده نفس الاكسي للامتحان هذاك. دوك ما فما تيلمون فما اجراءات معناها امنيه اللي ما فما مشدده ما فما حتى معناها بريسك نجم ناكد لك اللي فما أكثر من 0.0000% من عملية تسريب الامتحان أو عملية معناها لا مجال للحديث. دجا لا يفتح ظرف الامتحانات إلا بحضور الأمن وبحضور رئيس مركز الامتحانات وبحضور رئيس التخزين مسؤول على تخزين الامتحانات. يعني تلمو عنا إجراءات مشدة، راهو صعيب برشا بتصير تسريبات. وعنا السادة المتفقدين ايجالمون يكونوا موجودين معنا في مراكز الامتحانات باش يشوفوا على عينهم طريقة توزيع الامتحانات. حتى مسؤول على المراقبة، يعني حتى أستاذ باش يراقب أو معلم باش يراقب التلامذة ما عنده الحق باش يحل ظرف إلا عند دق الجرس. وفما مراقبين يدوروا في الكلوارات. ودجا سنة بغمي الإجراءات اللي أعلن عليهم سيد وزير التربية اللي المراقبين واللي يعسوا الكل على الامتحانات الوطنية لا يحق لهم جلب الهواتف الجوالة، سينو يحرم من المراقبة في السنوات القادمة حتى على الإطار التربوي. على الإطار التربوي معناها ظهر لي ما شاء الله ما أكثرش من هكا إجراءات باش تتنحى ويطمئن قلوب التلامذة اللي راهو حقهم باش ياخذوه. وهذا زاد يخليهم زاد يحسوا نورمالمون الحقيقه معناتها كان جاي واحد يعدي سنين في البكالوريا يحس بطمأنينة اكثر من السنوات الفايته. صحيح. مع هالقوانين هذيا اللي موجوده. صحيح. مع تبدا مريفز اجور، مع تبدا هكا حاس روحك عام كامل خدمت وتعبت. انا ديما نقولها ومعناتها ديما نقولها حتى في كلامنا المتداول، ديما التعب ما يبيعش ما دامك تعبت وعملت مجهود في حول الله باش تلقى قدره ربي باش تلقى النتيجه نتاعك اللي باش تكون كما انت تمنيتها ان شاء الله. ديما نحاولوا نكونوا ايجابيين. أكيد. احنا غدوه باش نمشيو الامتحان ما نحسوش كاينك باش تمشي كاينك ماشي معناها البلاصه خايبه ولا كاينك كاينك قادم على ما نعرفش على حرب. بون هي حرب بالسونس بي ميسيلش خلينا نكونوا هكا ايجابيين نمشيو احنا فرحانين نحاولوا نحافظوا على الطاقه الايجابيه نحاولوا الضغط هذاك الكل ميساج نستثمروه في حاجات اخرى. صحيح. تحس روحك مضغوط وخايف هكا هذاك احساس طبيعي وحنا كنا فسرنا هذاك الكل، ولكن ديما نحاولوا نتغلبوا ونسيطروا على مشاعرنا خاصه المشاعر نتاع الخوف. زيد حاجه اخرى سوار قبل يكون كان الهاجس الكبير نتاع تلامذه البكالوريا يمكن يرجع بالنظر الى التوجيه بتاتر الى الاكسي للجامعات بتاتر في تونس اسكو يحب يكون بعيد يحب يكون قريب. اليوم ما شاء الله معناها الحلول متوفرة، معناها الأفاق الجامعية متوفرة ومتعدة، معناها ما عادش ولات منحصرة في سكور معين أو في عدد معين، معناها ديجا نفس الشعبة تلقى فيها برشة تفرعات أخرى. دوك ديما عندك حظ اليوم أكثر من قبل باش تتوجه الحاجة أنت تحب عليها. داكوردو دوك هذايا زاد جانب مهم جدا. فما عباد شكون يرتح بعد البكالوريا بعد ما ياخذ بكالوريا يرتح عوايم يقول لك انا تعبت فيه وبعدها ويتوجه يختار كون باش يتوجه العام اللي بعده. فما شكون يختار باش يمشي للخاص مشيش للعام، فما شكون يسهل له ربي ويخرج يقرا لبرا، فما شكون يعمل فورماسيون صحيت معناها خاطر يحب اقصر وقته في ساعه ايتترا. دوك الميولات برشا
الافاق الخيارات زاده ما شاء الله دونك الافاق والخيارات موجوده دونك ما عادش محصورين في ثلاثه اربع جامعات ما شاء الله طوال اليوم الجامعات عندنا كم هائل ومعناها واساتذه اكفاء جامعيين اللي نجموا جوستمون يوصلوا بيك للنتيجه اللي انت تنتظر فيها دونك معناها بالنسبه للحياه المهنيه نتصور باش تكون معناها دخلت لها في احسن الظروف. المهم اليوم المفتاح الاول اللي هو مفتاح باب البكالوريا شهاده البكالوريا دونك نمشيوا لها ونحن متهيئين نفسانيا وذهنيا باش نجتازوا نعملوا اللي علينا وراهو ناكد لكم قد ما تعمل اللي عليك قد ما العدد يجي بطبيعته. كان باش تمشي بالهاجس نتاع انا يلزمني في الماده ذيك نجيب كذا انا في الماده هذيك يلزمني نوصل كذا انا يلزمني نجيب سكور الفلاني انا يلزمني نتعدى من هذيك وانا كان نجيب عدد ضعيف ما عندي ما نعمل به وجب خفاغ نعاود الباك ناخذها بمعدل متوسط. شكون قال؟ فما برشا ناس ما شاء الله معناها وتجارب حتى من انا شخصيا فما تجارب قريبت لي برشا اللي هما خذوا البكالوريا بمعدلات متوسطه لكن بعد الدراسه الجامعيه او الحياه الجامعيه كانوا فيها معناها كان القرايه فيها والمعدلات كانت موفقين معناها وكانوا من المتميزين ووصلوا معناها اليوم في دي بوست محلاهم ويخدموا في خدمه مزيانه خاطر هما اختاروها. تفضل. تكون زاد ما يسعفوش الحظ انه ينجح العام الاول في الباك ومن بعد في الفاك تلقاه ماجور دو بروموسيون تلقاه متألق تلقاه معناتها حتى كان نقولوا احنا العام هذاك ما توفقش ما نجحش كانت عنده مشاكل كان ما نعرفش اي حاجه صارت له اللي هو معناتها الاسباب مختلفه من بعد في الفاك بالعكس ياخذ وقته ويختار الحاجه اللي يحبها ويركز ويتجاوزك الاغلاط والا الاخطاء اللي عملها في البكالوريا ويكمل الثلاث سنين والا من بعد شي كمل الماستر وتلقاه من المتالقين في الفاك. باش نزيدك حاجه اخرى وانت توا تحكي معناها ذهني معناها جاتني الفكره هذه اللي حبيت جوستمون نوصلها. شو راهو التلامذه تلمون سينسو في وسط العام بالامتحانات والسينسو بالنسق متاع الامتحانات بارك الله معناها من سنة أولى ابتدائي للبكالوريا هو معناها نسق معناها متاع امتحانات راهو يعرف روحه تلميذ البكالوريا إذا حس روحه عدى بالباهي وإلا لا فما ريسك متاع تيح كونترول وإلا لا فما ريسك لقدر الله ما ينجحش يبدأوا يعرفوا راهو تلميذ يعرفوا يقيموا أدائهم راهو. فأنا ديش نقول ديما يزمك تحط فرضي باش لا قدر الله بعد حتى في قبولك للنتيجه تكون اخف في خاطر حاطه الفرضيه نتاع فما نسبه معينه باش نتيح بها بكالوريا فما نسبه معينه مثلا لا قدر الله باش ما ننجحش ولكن هذيك لازمها تتحط وتاخذ بعين الاعتبار علاش باش ما تصير باش النتيجه ما تكونش عباره على صدمه كشوك تجي للتلميذ اللي فيها هي لا قدر الله ينجم معناها يتاثر نفسانيا وتصير عليه معناها مشاكل او نتائج سلبيه. ف الاحتماليه هذيك نتاع لا قدر الله تيح كونترول ولا يلزمها تكون موجوده اما نخموش في كان فيها هي دونك نخمم اللي انا معناها عملت اللي عليا وخدمت كل شيء نستنى نتيجه كايها الناس لا قدر الله فما معناها حظ اوفر بتدخل للمراقبه او للسنه اللي بعدها فيلزمني نشتغل على الجوانب اللي انا بتتخسني اخفقت فيها النقائص ونحاول نتجاوزهم في السنه اللي بعدها او نتجاوزهم في دوره المراقبه دونك هذه الفرضيه لازمنا جس نحطوها في بالنا فقط اما ما نحطوهاش كان هي كيف ما قلت حطوا على اساس فرضيه النجاح مع ذلك نسبه صغيره نتاع لا قدر الله نتيح كونترول ولا لا قدر الله اما راهو ديما نعاود نرجع اللي هو راهو التلميذ بعد ما يعدي الامتحان يعرف روحه اسكو عاد الامتحانات الكل ما يحكمش صحيح بيان سور بيان سور خاطر احنا ساعات من الامتحان الاول نقول له مانيش باش ننجح لا بيان سور هو نحن حتى ساعات تو مثلا كان باش ناخذ مثلا مثال سنه سادسه ابتدائي هم باش يعديو خمس سماوات باه شو يقولون في مراكز الامتحانات يقول لك اذا تغيب على ماده الصغير ينجم يكمل يعدي بقيه المواد اما اذا غاب على زوز لا راهو احتماليه النجاح باش تكون صعيبه برشا علاش خاطر هو مطالب 15 معدل باش يلتحق بالاعداديات النموذجي دونك ريت حتى الاحتماليه شوف الاحتماليات قداش نحن ناخذوها بعين الاعتبار لمصلحه التلميذ الفضله دونك اربع مواد يسوفي كل ماده معناها يجيب فيها معناها ال 15 يخلط باش يجيب يخلط باش ينجح ولكن الفرضيه نتاع لا قدر الله باش يغيب ولا يجي روتار موجوده دونك ناخذوها بعين الاعتبار معناها حتى ونحن ننجو في 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 عمليه اصلاح تحذير للاصلاح او تحذير التلميذ ناخذوا بعين الاعتبار ديما فما
نسبه معينه مثلا نتاع غياب او نتاع لا قدر الله هو تقلق صغير ولا حاجه، دونك هذيك ديما نسبه موجوده. يعني في كل احتمالات الكل، يعني في كل حاجه خطوه لازمنا نخطوها توا في الامتحانات ديما ناخذوا بعين اعتبارك الفرضيه هذيك، ولكن نجم تتجاوزها في المرحله اللي بعد. به احنا هكا نكون وصلنا معكم الختام حصتنا اليوم في منتدى الحياه. حبيت كلمه الختام من عندك مدام سونيا، هكا ميساج نعرف الايجابيه ديما موجوده، ما نمشيش نوصيك للتلامذه تاع البكالوريا شنو تقول؟ به ساعه اولا انا عندي برشا تلامذه تبع فيهم اللي هما مستوى بكالوريا باش يجتازوا الامتحانات البكالوريا، دونك انا نقول لهم كسونيا جبالي اخصائيه نفسانيه، دونك انا عندي ثقه فيكم ثقه عمياء اللي هما باش ينجحوا باش يكونوا من بين المتميزين. هذه مانيش باش نتجادل فيها على خاطر مادام خدمنا مع بعضنا ثقه في النفس، دونك اكيد مردودكم باش يكون في احسن الاحوال. اللي ما كانوش معناها الله غالب، معناها ما نجمش ناخذ معناها ولاد القيروان الكل، ماذا بيا لو كان كانوا ولادي الكل، ولكن نحسبهم كولادي ونقول لهم راكم انتم قادرين، حطوا النجاح ما بين عينيكم كهدف راكم باش توصلوا. جوست كان تسمح لي سوار ديديكاس صغير، انا عندي ولد اختي اسمه ريان، ريان دونك ريان ان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله تكون من بين المتميزين، انت ديجا متميز وان شاء الله ربي ثبتك على خطاك هذيا، اسعى باش تقوم بمجهودك والباقي اكيد باش تتقاضاه في النتيجه نتاعك فقط. ان شاء الله ربي ينجحك ريان، ديديكاس هذيا من اذاعه الحياه فيه، ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله نسمعوا هكا اخبار النجاح وحنا ان شاء الله الناس الكل يا ربي ان شاء الله نسمعوا زغراطه في كل دار عندهم فيه تلميذ بكالوريا. ان شاء الله ربي ينجح الجميع، ان شاء الله ربي يوفقهم. كما قلت لكم مدام سونيا نبعدوا شويه على الستريس، نرقدوا بالكدا نشربوا برشا ماء، اليوم نرقدوا بالكدا نشربوا برشا ماء، نعملوا شويه ماخش، نبدلوا الجو، نخرجوا جمله من الاطار نتاعنا غدا باش نعدي بال. نعرف اللي هو صعيب، اما اذا نحبوا رانا نجم. نحاول نحطوا الفكره تو سامبلومون. ربي لاباس. احنا باش نختموا معكم حصتنا لليوم في منتدى الحياه، نعاود نشكر امنه بوخيت واحمد المخلوفي اللي امنوا لكم البث المباشر طيله الساعتين. كنت معكم سوار بن حميده من قدام الميكرو، ما نجمش ما نشكرش مدام سونيا اللي قدمت لكم النصائح هذوما. اذا كانوا انتم بكالوريا ترجعوا تشوفوا الفيديوهات هذوما، ننصحكم اتباع نصائح هذوما سامحوني، وبقدرة ربي يكون النجاح حليفكم. نختموا معكم بغناية إيجابية تقول ألو ألو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة، إن شاء الله ربي ينجح الجميع بالتوفيق للتلامذة بتاع البكالوريا الكل.